احنا باش مازال اخوان باش يلتحقوا هنا، ولكن في جميع الحالات كاين شويه ديال الصهد، كاين شويه ديال الصهد. احنا غادي واحد الكلمه متواضعه ومن بعد غادي نخرجوا لبرا شويه العوان هذا على مجمع الاخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاخوان والاخوات الحاضرين، بغيت نقول كلمه بحق السكان ديال زايو لحضوركم. اولا نقول لكم اننا سعداء جدا بكوننا اننا خضنا الحمله الانتخابيه بالمساعده ديالكم بالمعاونه ديالكم بطبيعه الحال. والاخوان والاخوات راهم داروا المجهود ديالهم باش نطرحوا المشاكل ديال الناس، كان انا في البرلمان واكثر. انا بالنسبه ليا حتى الناس اللي يكونوا في الحكومه راه حنا كنعرفوهم شكون، ما غادي يكونوا الا الناس اللي عندنا الحمد لله معاهم علاقات، ولذلك غادي نعبروا بالاسم ديالكم وباسم هذيك 10500 صوت اللي هي موجوده في المحاضر. اما حنا كان يمكننا ناخذوا اكثر، إذا سمحتوا لي راه كان يمكن ناخذ أكثر. علاش؟ لأن هذاك النهار ديال التصويت كان يمكن يكون الخروج أكثر، ولكن ربما الناس شوية واحد كيقول راهم الناس خرجوا، واحد كيقول راه ناجح ناجح، واحد كيقول كيخرج هو وما خرجوش ما خرجش العائلة إلى آخره إلى آخره. هذه كلها عوامل حتى لعبت واحد الفكرة مش عادية. إذا سمحتوا لي المصروفة راه ماشي كون أننا ما مشيناش للبرلمان ما غاديش نكملوا الالتزامات ديالنا، لا، الالتزامات ديالنا غادي نخدموها ونكملوها ونشتغلوا عليها عن طريق كوننا أننا في الجماعة، والمجلس غادي يكون اشتغل على هذه الالتزامات ديالنا كلها، واللي كيهمنا هو اننا نشتغلوا باش تكون واحد التنميه محليه ان شاء الله، باش تكون ديك الالتزامات اللي هضرنا عليها. حنا كنا في الحمله، اذا سمحتوا لي، في الحمله لما كنا كنتكلموا وفي التجمع الاخير على من تكلمنا؟ تكلمنا على بعض المسائل اللي خصها الحل هي على مستوى البرلمان، بحال اللي قلت لك الكيفيه ديال الناس اللي كيستافدوا من الرامي خصهم يستافدوا منه بكيفيه احسن، بحال اللي قلنا على الكيفيه ديال اننا نناقشوا الامور ديال الاستثمار باش المستثمرين ينقصوا الدوله، يعني تحاول تصوب الامور ديال الضرائب باش يبقاو يشغلوا الناس. تكلمنا على عده اشياء، هذه المسائل كنا غادي نشتغلوا عليها وقوانين في البرلمان، وحتى دابا واخا ما كناش في البرلمان غادي نقلوها للفريق ديالنا في البرلمان باش يشتغل. نلتزموا بكل ما ان شاء الله قلنا في الحمله غادي نشتغلوا عليه. وبغيت نقول للاخوان، بغيت نقول للناس ديالنا في زايو على اننا في يعني السنوات المقبله ان شاء الله لا بد ان نديروا التفيت من اجل باش نساهموا في بناء المدينه ديالنا، في اصلاح المسائل المتعلقه بالجامعه ديالنا، في تلبيه الرغبات ديال الناس واحد العدد ديال المجالس. خصنا نديروا التفيت ونخدموا نخدموا المستقبل، المستقبل هاد الناس اللي فيه الجيل اللي راحنا فيه حنا راه هو تيظهر لي ما غادي يكون الا يوجهكم سواء على مستوى الجماعه ولا مستوى البرلمان. ابداو تفكروا في الناس اللي هما شباب باش يخدموكم بالضبط، باش نهضروا الصراحه. دابا الا رحنا موجودين، حنا الا رحنا موجودين هنا في واحد الفتره، ونتمنى على ربي تكون فتره مزيانه باش نكونوا فيها ونوجدوا فيها
واحد المجموعه ديال الناس اللي غادي يكونوا شباب في المستويات وانه يتهيئوا ونعاونهم جميعا باش نوجدوهم باش يوجدوهم لانه خمس سنين دابا البارح درنا الانتخابات الجامعيه وراه دازت السنه ياك السنين اللي كاينه راه دازت السنه باقي خمس سنين راه خمس سنين بحال والو اذا كخصنا نشتغلوا باش نوجدو الناس اللي غادي يشتغلوا في دابا اللي راهم في هذا الشهر راهم خدامين ان شاء الله نتمنى نكملوا المشروع ديالنا مزيان ولكن مع ذلك نهيئوا راسنا لفترات مقبله واش زيو الحقيقه كنا دائما بناء البرلماني ديالنا ولكن دابا حنا كاين ثلاثه ولا اربعه ديال النواب كلشي من الناظور ولكن بس مزيان ولكن حنا راه ما كاينش نائب برلماني خاصنا هاي لو كان خرجوا الناس وغادي نقول لكم هاد الملاحظه كتعرفوا شحال من المسجلين عندنا حنايا راه عندنا 19000 هنا في زيو و 12000 في الجامعة القروية شحال كتقول ها؟ عاود جابوا الباسبور يصوت فيه المهم يجيبوا الباسبور غادي يدوزوا انا جينا نتفوتوا معاكم شحال كيدوزوا لو انه وقفنا عليها ولقينا هذاك اللي كيحجز لك لان القانون كيعاقبه ولكن دابا حنايا شنو حنا كنقولوا؟ حنا غير كنتذكروا ايضا على مستقبل اللي داز راه هو داز الانسان لاكارت ديالو لاكارت ديالو في الحقيقه هي الوجه ديالو السي محمد وقال انا شتاكي كان يشوف لك قول له شكرا قول له شكرا هو عنده عنده شكرا الناس في الصباح بدات تصوت مع 8 وراه 12 خروج كان ضعيف اللي تهضر معاه طيب بورصه كانوا مريحين معاهم في القواد الناس طيب هذا الشيء بينك ويا سي محمد باش يطيحوا بور فينا خدعة كاين كاين خدعة على نشتغلوا على كيفاش نوصلوا الأمور ديالنا وعلى كيفاش نشتغلوا كما قلت لكم حنايا ماشي خسرنا الناس ديال زي ما خرجوا تصوتوا الناس ديال زي خرجوا تصوتوا الحمد لله خرجوا والناس صوتوا معنا البعض من خارج المدينة ديال زيو راه الانتخابات اللي دازت البرلمان اللي داز 10000 الناس اللي داز 10000 كان هو الأول و 9000 من وراه و 8000 هو الثالث و 8500 هو الثالث و 8000 هو الرابع ياك و دابا سيدي حنا 10000 و 500 الصوت كان لا باس به ولكن كان بعض واحد العدد الجهات شي شرى الاصوات شي خربط شي عمار شي معقول كان ما كانش احنا اللي كيهمنا هو اننا الاصوات ديالنا كانت بالمصداقيه ديالها ورحنا موجودين باش نشتغلوا وما ما يبقاش انا شخصيا ما بقاش في الحال لانه النتيجه بقات فينا حاجه وحده وهو بكل صراحه كان واحد التعب وواحد العدد ديال الاخوان اللي تحققوا كذا 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 الى اخره نتمنى ان شاء الله بحول الله دائما ربي هو اللي كيعاون ربي كيعاون